انا كي قلت لك الشفره مراس ثاني كما العيران اون الفريق الوطني رقم واحد الجزائر تمراس يكون السكه رقم واحد الجزائر هي تمراس ولكن مده الانجاز احنا من هنا والفوق التحدي تاعنا هو التحكم في وقت الانجاز التحكم في الانجاز بالتالي ما تقوليش كما نقولوا نسجلوا العمليه ب 36 شهر ومن بعد نمشيو الى 36 سنه نو هذه قعدنا الباشا قعدنا في الخط هذا التاخر اللي خديناه دونك من الاول فوق ان شاء الله ما يكون لا تاخر شغل تضبطوا الدراسات وتعاملوا على ادراج في دفاتر الشروط طريقه العمل 3 فوا 8 ولا 2 فوا 10 تاهيل الكادر البشري اللي تحطوه في هذه الانجازات هذه خاصه الخط هذا شوف يعتبر لنا تحدي اول تحدي هو ايصال الشمال بالجنوب عن طريق السكه الحديديه ان شاء الله هذا اول تحدي لازم تعملوا عليه الليل نهار ابتداء من اليوم وهنا اكتسبنا خبره سيدي اكتسبتوا خبره دوك الخبره تاعك بينها لي من 31 ديسمبر ان شاء الله باه نستلموا هذا الخط هذا ان شاء الله وقلت لكم وفد وزاري يمشي من هنا حتى البوكزل 31 ديسمبر وكل اخوه الصحفيين راهم مدعوون اللي راهم هنا باش ياخذوا القطار من هنا البوكزل 31 ديسمبر ان شاء الله سيدي الوزير